لازم نكون ورا كل ابطالنا الكبار، بالرغم ان هو 7 سنين في اللعبه لكن حصد ميداليات كثيره جدا تؤهله ان شاء الله باذن الله ان يكون في باريس 2024 موجود بيحقق مركز داخل اولمبياد باريس 24. عشان كده الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه كرمه، علشان هو بطل العالم لسلاح السيف. كابتن ادهم معتز، منورني ومشرفني. ازي حضرتك؟ ايه الاخبار؟ الف مبروك. الله يبارك في حضرتك. وهجري معاك بسرعه. ماشي. النهارده 7 سنين لعب، حصدت ميداليات كثيره جدا، لكن النهارده دكتور اشرف صبحي مع الدكتور عبد المنعم الحسين برئيس الاتحاد بيعملوا خطه اعداد ليك عشان يؤهلوك ان تكون بطل اولمبيا 2024 ان شاء الله. قول لي الوضع ايه وهنوصل لايه؟ هنكون معاك لغايه ما تكون بطل اولمبي باذن الله، لان كل ده التارجت عندنا في مصر. هي طبعا احنا لازم يكون في خطه عشان نقدر نوصل للميداليه دي. كويس. وهو احنا هنبتدي من دلوقتي عشان ده الوقت المناسب، عشان لو اتاخرنا عن كده مش هيبقى في وقت. مظبوط. فهو طبعا الاتحاد والوزاره عاملين معانا شغل كبير جدا كلعبه السلاح عموما، مش انا لوحدي. لان احنا في طوكيو عملنا نتائج كويسه جدا لاول مره في تاريخنا نعمل النتائج دي حقيقة. وكنا قريبين جدا من ميداليه كذا مره، فان شاء الله ربنا هيكرمنا يعني باذن الله. ان شاء الله. رحت لعبت سلاح السيف علشان كابتن مدحت معتز اخوك الكبير. مظبوط. هو كان بيلعب او لغايه دلوقتي متواجد، وكان مع طلعوا خامس صح. الفرق في طوكيو. لعبت ليه سلاح السيف؟ يعني اشمعنى مدحت شدك في ايه؟ اصلا احنا طول عمرنا انا واخويا بنبقى مع بعض في كل حاجه. كويس. فانا لما لقيته في اللعبه وكان هو اول ميداليه حققها كنت انا لسه ما ابتديتش، فحبيت ان انا اخش وابقى معاه زيه. كنت عايز تنافسه ولا عايز تبقى زيه؟ اكون زيه معاه. لا.